بتكش. مش انا اللي بتكش يا حبيبي. كمل. لا محتاجة تفكير مش طب ورينا نفسك يا السلام عليكم. وعليكم السلام. رؤى بتستلم، الاقيها فين؟ انا حضرتك تلاقيها في الجنينه تقريبا. شكرا. انا ضحيت بالوزير اهو، بس برضه زنقتك. اللي يضحي بالوزير يضحي باي حاجه تانيه على فكره. ايه ده؟ ايه الكلام الكبير ده؟ انا اضحي بالملك والوزير وامشي من غيرها ولا احسنها ولا فيا الا كمان. وبعدين انا مضحي بنفسي شخصيا وقاعد معاكي هنا على فكره. بعدين من غير بلاش شويتين بتوعك دول انا عارفهم كويس. تعرفي تلعبي ولا ايه؟ هتستسلمي؟ طبعا. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت قاعد معاها ازاي؟ احنا جايبينها هنا عشان تتعالج بقى وتنساك. ايه اللي جايبك هنا؟ يا فندم يا فندم ما يصحش كده، اتفضلي معايا عند الدكاترة وهم هيفهموكي على كل حاجة. يا فندم ما ينفعش تهاجمي حد. أنا مش بهاجم حد. أنا مش قلت 100 مرة ممنوع الزيارات عن بنتي؟ دي بنتي وأنا بحميها. يا فندم ده مريض عندنا، يا فندم ما ينفعش تتهجمي عليه. نعم يا أختي. يا فندم ده مريض مش جاي يزور بنتك ولا حاجة. أنتوا كمان عملتوه مريض كمان وقاعد مع البنت وأنا اللي نايمة على وداني وفاهمة إن هي هنا بتتعالج. دي إيه المصيبة دي؟ ده أنا هقفلها لكم. يا فندم هتعملي نفسك فيها مجنونة فأنا مجن منك. أنتِ فاهمة بنتك دي تبقى في البيت، لكن هنا دي واحدة مريضة. تعالي هنا تعالي. انت هتمشي معايا؟ اهدي. انت لو مش عارفه تهدي انا ممكن اديكي من المهدئ بتاعي. هيساعدك على فكره، هيساعدك. اوعي، انا مش عايزه زفت. شايفه كل الناس دي؟ دول كلهم مجانين. لو عايزه تمشي من هنا على رجليك يبقى اهدي. ملك اوعي ايدك. معلش معلش. عاجبك اللي بيحصل ده؟ معلش يا فندم، الدكتوره عايزاكي في المكتب جوه هتشرح لحضرتك كل حاجه. انا مش عايزه حد يشرح لي حاجه. اهدي. معلش لو سمحت. اوعي. هي مستنياكي في المكتب يا فندم هتشرح لك كل حاجه. معلش. لازم تهدي. حاضر. اديها من المهدئ بتاعي. حاضر هديها. حاضر حاضر.